سبحانه وتعالى ادى المجتهد على قدر اجتهاده. أيوة. وانت اجتهدت واشتغلت، وربنا بقول تاني ربنا يحمي محمد الشناوي، يعني ربنا يحافظ عليه. واقول انه انك انت خطيت خطوه مهمه جدا، انك انت استرجعت الذاكره بتاعتك، ذاكره البطل بقى الشخصيه، انك تكسب بره، تكسب بره باداء قوي رجولي واصرار وعنف وضرب. يعني انا عجبني قفشه امبارح بيتضرب ويقوم، يعني ايه ما بيستناش. أيوة. بص لازم تلاحظ الايه، لعيبه الوداد ما بيستناكش عشان تقوم يلعب الكوره، ده على طول انت واقع مالكش دعوه بيه، يعني ما يعني دي السرعه، انا عاوز اخلص. فانت اتحطت الرتوش ورسم من الوداد مشوار اللقب الشكل. واعتقد انه في شغل تاني كتير جدا هيتعمل هنا في القاهره. مباراه الجمعه مباراه مهمه، محتاجة مساندة قوية جدا، محتاجة اللعيبة تصفي نفسها وتعرف انها تواجه فريق في منتهى الشراسة، عنده طرفين، شفنا اسماعيل حداد عامل ازاي، عنده اكتر من لاعب خطير ما تتوقعش برضو. عاوز اقولك ايه، يعني لازم تبقى راي، يعني المباراة النتيجة 0-0 مش 2-0، انسى 2-0. انا معاك تماما. ها؟ لان انا اعتقد اي عملية التحضير قبل المباراة كانت مهمة جدا، وموسيماني على المستوى الفني ومعاك مع المستوى الاداري كابتن سيد عبد الحفيظ ادوها بشكل اكتر من رائع، بجانب طبعا وجود الكابتن محمود الخطيب اللي كان انا في اعتقادي كان ليه دافع معنوي كبير جدا، وان الكابتن محمود الخطيب موجود معاهم وفي صور وهو واقف قريب منهم في التدريب، يعني كان في دعم كده كبير جدا من الكابتن محمود الخطيب. وانا في رايي يعني ان شاء الله هذا التركيز وهذا التحضير لابد ان يكون خلال الثلاث ايام اللي جايين استعدادا للشوط الثاني للمباراه طبعا. فده مهم جدا. واعتقد اللعيبه واصله له.